السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أي بحث لازم بنحط مراجع للكلام اللي احنا استعنا بيه وكلام الآخرين. مفيش حد بيعمل بحث من الصفر، لازم أكيد بتستعين بمراجع أخرى. ففي برنامج اسمه إند نوت بينظم الموضوع دوت، فممكن تدوس هنا رايت كليك وتقول له أنا عايز أحط مرجع، فبيقول لك اسم الكاتب، فبتقول له مثلا إكس السنة كام 2020، اسم الكتاب بيم بام بوم بوم، الجورنال، الفوليوم، الاشيو، عدد الصفحات، الستارت بيج. بتبدأ بقى تحط كل المعلومات اللي انت كاتبها، رقم الاي اس اس ان، الدي واي، كل الحاجات دي بتحطها تمام. بعد كده بتقول سيف، ده كده يبقى انت عملت المرجع دوت تمام. طيب المرجع دوت ممكن تدوس هنا وتقول له اتاش، يعني انا عايز يبقى مرتبط بكتاب عندي في قلب الجهاز عندي تمام. فنختار مثلا كتاب ايه، نختار مثلا الكتاب دوت، فبيعمل لي عرض للكتاب. المرجع ده هيفيدني في ايه؟ ان انا في اي وقت عايز احطه في الوورد اروح كاتب مثلا فلان فلان قال في كذا واروح حاطط المرجع، هو بيبدأ بيظبطه لي حسب الشكل اللي انت عايزه بأي شكل. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز انزل مرجع برضه اضيفه، وليكن مثلا من الوورد كات، هقول له نزل لي كتاب عن البيم عايز استعين بيه كمرجع، فبيقول لي كتب هيئة. ممكن تقول لا ده انا مش عايز، انا عايز الارتكل بس، انا عايز الكتب بس، تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. فانا اقول له مثلا عايز وليكن مثلا الكتاب دوت مثلا، فهو ده الكتاب اللي انت عايزه. اه طيب ماشي، هبدأ اعمل له ايه، انزل مرجع السيتيشن دوت، بيقول لي انت عايزه بأني صيغة، شيكاغو ولا هارفورد، خلينا نختار الصيغة بتاعت هارفورد، واقول له ايه حمل لي على الاند نوت، فبيحمل لي الملف اهوت، فبقول له افتحه لي، فبيضف تمام. طيب ممكن بقى نقول له ضيف لي واحد اخر، وليكن مثلا من جوجل بوكس. جوجل بوكس ميزته ان هو بيفتح لي الكتاب اقدر اقرا فيه واتصفح. اقول له مثلا هات لي حاجه عن البيم مثلا، الكتاب دوت من كتب الواحد قراها وعجبته. طيب الكتاب مثلا هوت قريت منه صفحات، وفي جزء مثلا عجبني في الصفحة دي مثلا كلام جميل، استعنت بجزء منه في قلب الكتاب اللي أنا بكتبه، فبقول له about this book، أنا عايز أعرف معلومات عن الكتاب دوت، فبيديني معلومات عن الكتاب والكتب اللي زيه. في الآخر خالص بيقول لي أنت عايز تعمل اكسبورت لأني برنامج، فبقول له الإند نوت تمام، وبحمل الكتاب بيبقى برضه موجود معايا، يبقى دي كلها دي ريفرنس موجودة معايا. طيب هاجي هنا في الدوكيومنتيشن، كتبت مثلا نابليون بونابرت قال الكلام دوت. طبعا اي حد بيكتب اي حاجه ونسيبها لنابليون بونابرت عشان الراجل مات يا عيني وما بيعترضش وما بيرفعش قضيه. قال مثلا اي كلام مرجحه ولا بتاعه وخلاص اي حاجه تمام. بعد كده عايز تحط المرجع، فبتلاقي هنا الاند نوت، بقول له انسرت، بقول له مثلا عايز تجيب لي المرجع، فبيجيب لي المرجع. مثلا انت عايز المرجع دوت او دوت او دوت، اي مرجع فيهم، فبيبدا يكتب لي اسم الشخص واسم الاصدار وكل حاجه تمام. وفي الاخر خالص هتلاقي حاطط لك المراجع كلها حاجات، فهيسهل لي ويدل لي عمليه المراجعه. مش كده وبس، في خاصيه حلوه اديت مانج، بقول له انا عايز اكتب مثلا بعض الحاجات، تقدر تضيف، تقدر تحط مثلا كلمة في الأول كلمة في الآخر، تقدر تحط مثلا تقول مثلا في آخر كلمة مثلا اكتب لي رقم صفحة بيج مثلا، هي دي رقم صفحة على ما أتذكر تمام. ممكن تحط كلمة في الأول، ممكن تحط تكتب بيجز، يعني تقدر تظبط المراجع اللي أنت هتكتبها. فأتمنى الكتاب ده يفيد أي ناس بتعمل بحث علمي، وربنا يوفقكم إن شاء الله.